السلام عليكم طلاب، وياكم أستاذ رأفت رعد من درس اللغة الإنجليزية من قناة رأفت رعد. اليوم إن شاء الله عندنا الدرس الثالث من يونت السابع من نشاط اللغة الإنجليزية للصف الأول ابتدائي. نفتح الكتاب على صفحة 60، نذهب إلى التمرين الأول. التمرين الأول عندنا تريس أند كوبي. تريس أند كوبي مثل ما تعودنا، تريس يعني تتبع، وكوبي يعني انسخ. عندنا هذه الكلمتين نتبعهن، بعد ما نتبعهن ننسخن هنا. فننطي القلم للتلميذ ويكون جالس بشكل صحيح حتى ما يخطأ، ويتبع يبدأ يتتبع هذه الأحرف. فعندنا الكلمة الأولى أمبريلا، معناها مظلة أو شمسية. سنيك أفعى. فالحرف الأول من الكلمة الأولى يكون يو أ أم أم ب أم ب ر أمبر إي أمبر ل أمبرل آ أمبرلا. هيش يكون تهجئة الأحرف حسب الأصوات اللي أخذناها إحنا بداية السنة. الكلمة الثانية تقول س حرف الأس ناس نا أي سناي كي سنايك، والإي يكون ساينت هنا إذا قلنا بالأخير واحدة. بعد ما الطالب تتبع الكلمات وطواخين عرف يرسم الحرف والكلمة، يبدأ بنسخين بهذا الفراغ. فتكون الكلمة الأولى الحرف الأول معدها يو أم أم بي أمبر إي أل أل أي أمبر الله. الكلمة الثانية س أس أن سني سنيك وإي إذن سنيك. بعد ما الطالب تتبع الكلمة ونسخن هنا، نقدر نكتب اللي هي أمبرلا بالدفتر على هالشكل، وسنيك أيضا نكتب اللي هي بالدفتر خطوط الأربعة، ونطلب من عندنا نكتب النافة بشكل عمودي 3 مرات 4 حتى نتأكد إنه هو دا يكتبين بشكل صحيح. ننتقل للتمرين اللي بعد اللي هو ماتش ذا ووردز، مطابقة الكلمات. يعني يقول لك طابق هذه الكلمات مع الصور. مثلا لاحظوا هنا عندنا هاي الصور مثلا اللي هي أجزاء الجسد، اللي هنا عندنا nose, hair, food, toys, arms, eyes, ears, mouth. إذن نطابق الكلمات مع الصورة. طبعا ننطق القلم للتلميذ، يحاول قدر المستطاع يقرأ الكلمة ويتهجاها حسب الأصوات، حسب شكلها وحسب الأصوات، اللي يحاول يتذكرها يسترجع صوتها ويطابقها مع الصورة. الصورة هاي مثلا عرفها، عندنا هاي ن ن nose، دي الخط من الصورة إلى الكلمة نوز نوز. الصورة الأخيرة eyes eyes، دي الخط أيضا من الصورة إلى الكلمة eyes 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 eyes. الصورة اللي بعدها مثلا عندنا mouth mouth، دي الخط أيضا من mouth من الصورة إلى الكلمة. بقت عندنا صورة واحدة اللي هي ears الأذان، هذا دي الخط للكلمة ears ears. ننتقل للجهة الأخرى اللي هي أيضا عندنا بها صور وكلمات. لاحظ هنا عندنا what is this, this is hair 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 hair. الصورة اللي بعدها اللي هي arms الأذرع. الصورة الثالثة عندنا التويز، التويز يعني الأصبع القدم الكبير. لاحظ هنا اللي بشر عليه هو الأصبع مع القدم يكون كبير، اللي هو التويز. عندنا الكلمة الأخيرة اللي هي فيت، فيت الأقدام، فوت قدم واحدة، فيت جمع أقدام، هذا صورة جمع شاذ. يكون الحال إذن بهذه الطريقة. ننتقل للصفحة اللي بعد اللي هي صفحة 61 من كتاب النشاط. عندنا الدرس الرابع، التمرين الأول عندنا trace and cope. أيضا عندنا كلمتين نتبعهن ثم ننسخن. ننطي القلم أيضا للتلميذ يكون جالس بشكل صحيح ويبدأ بتتبع هذه الكلمة الأولى. عندنا ويندو، والكلمة الثانية عندنا اكس راي. الويندو اللي هي النافذة، والاكس راي اللي هو الأشعة اللي ناخذها للعظام، صورة الأشعة. يبدأ بتتبع الكلمة واللي هو حرف دبليو اي، عندنا حرف الاي وين، والان اللي هو حرف الان صوت ن، والدي صوت د، والاو صوت او، والدبليو صوت و، ويندو ويندو، الاكس صوت اكس، وعدنا الار صوت ر اكس ر.
بعد ما تتبع الطالب يسخن هنا. فنبدأ بكتابة الكلمة الأولى اللي هي ويندو و ان دي او دبليو ويندو. الكلمة الثانية اللي هي اكس راي اكس ار اي واي اكس راي. بعد ما الطالب تتبعهن ثم كتبهن يكون تدرب على شكلين وعلى نسخين، ثم نطهي بالدفتر نكتب له ايضا ويندو مثلا ونكتب له اكس راي ونطلب من عنده يكتب لها في 3 مرات 4 بالدفتر حتى يتأكد انه بدأ يتدرب ويكتب، حتى لو خطأ ما يخالف لكن المهم يتدرب بالدفتر، لان يعني هو اغلب كتابة الطالب تكون بالدفتر مو بال كتب. الكتب مجرد الدرب وكان لأن كتاب النشاط، لكن انت المفترض التلميذ يكتب بالدفتر. بعدها ننتقل للتمرين اللي بعد اللي هو read and color. read معناها اقرأ، عندنا هاي الجملة نقراهن and color واللون، يعني حسب الجملة اللي نفهم من الجملة اللون الصورة. فعندنا نقرأها مثلا الصورة الأولى، لاحظ مثلا a blue a blue fan a blue fan، عندنا الفان هو هاي الشاحنة الصغيرة blue أزرق، إذا نحاول نلونها بالأزرق وهكذا بقية الصور. إذا تكون الألوان يمنة والتلميذ جالس يعيده بشكل صحيح، ونحاول أن نبسط له الفكرة. فان بدل ما نترجم نقول إنه شاحنة صغيرة، نأشر على الفان، نأشر على شنو، نأشر على الكلمة فان فان. أبلو أبلو، المفترض إنه يعرف اللون الأزرق، نعطي قلم لونه أزرق أبلو فان أبلو فان. حتى لو نحل الأولى إحنا له وهو يكمل بقت، فنلون الشاحنة بالأزرق أبلو فان. وهاي الطريقة هو راح يستنتج إنه فان بلو، إذا هي شنو، الشاحنة زرقاء، شاحنة زرقاء. إلي هو ماخذها والبلو ماخذه والفان ماخذه. هنا أنا أكو فد لون حاطة قواعدية إنه يعني هو ما نحتاج نذكر اللي هي، لان هو اخذها بعدين يفهمها. الصفة تسبق الموصوف. الصورة الثانية اللي هي عندنا a green car a green car، عندنا هاي كار هي السيارة، وعندنا green هو اخضر المفروض يعرف، نشر على كلمة car ونعطي قلم اخضر ويفهم انه هي معناها green car، لازم يلونها بالgreen بالاخضر، ايضا يبدأ بتلوينها. وبهاي الطريقة ضمننا أن الطالب فهم واستوعب الدرس بدون ما نترجم له، لأن الطرائق الحديثة، طرائق التدريس الحديثة هي ترفض أن نعطي الجواب جاهز للطالب، لا نخليه يفكر، نخليه يستنتج. ننتقل للصورة اللي بعدها والأخيرة اللي هي صورة التاكسي. عندنا A red taxi، تاكسي نأشر عليها أيضا حتى يعرف أنه هاي معناها تاكسي، والريد اللي هي الأحمر نعطي قلم أحمر حتى يفهم أنه هذا اللون معناها احمر، والتاكسي معناها اذا سيارة الاجرة، ويبدأ بتلوين السيارة. طبعا هو ماكو تاكسي احمر بس هي الفكرة انه نريده يراجع الالوان. بهاي الطريقة ايضا ضمن انه هو فهم الترجمة بدون ما نترجم، هو استوعبها. هنا شرحنا، اخذنا اليوم الدرس الثالث والرابع من نشاط اللغة الانجليزية صف الاول ابتدائي نيونت السابق. كان بالدرس الثالث عندنا التمرين الأول عن trace and copy، عندنا كلمات تتبعناها ثم نسخناهن، وأيضا التمرين اللي بعده كان match the words، راجعنا أجزاء الجسد، طابقنا الصور مع الكلمات. وعندنا بالدرس الرابع كان التمرين الأول عن أيضا trace and copy، كلمات تتبعناها ثم نسخناهن. وعندنا أيضا التمرين اللي بعده كان read and color. أتمنى هذا التمرين جدا مهم، نحاول الطالب ما نق يعني نقرأ ليها، نحاول هو يتهجى A B L O blue blue the A and van، هيك يحاول يتهجاها، لأنه هو يقول لك read، يعني نريد الطالب هو يقرأ مو احنا نقرأ له. هنا لاحظوا على هاي الانستركشنز اللي هي التعليمات مهمة جدا، يقول لك read، يعني هو لازم تلميذ يقرأ وأيضا بعدين يلون. فهذا تمرين جدا مهم، ركزوا عليه. أتمنى استفادتم من الفيديو، إذا استفادت اضغط على زر لايك أو إعجاب تحت الفيديو حتى تشجعنا أن نقدم لكم فيديوهات أفضل إن شاء الله، وشارك الفيديو مع أصدقائك أيضا حتى يستفادوا من عنده. وإن كنت أول مرة تشاهد قناة رافت رعد، أتمنى تشترك بيها وتفعل جرس الإشعارات حتى يوصل لك أي فيديو من القناة. نلتقي في فيديو جديد وشرح جديد. أخوكم الأستاذ رافت رعد من درس اللغة الإنجليزية، في أمان الله.